السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، متابعة لصفقة الطائرات بدون طيار من طراز بيركدار التي عقدت ما بين المغرب وتركيا. فكما تعلمون أن هذه الطائرة بدون طيار، يعني الغالبية دي الأجزاء ديالها يأتي من الخارج من شركات أجنبية، ومن بين هذه الأجزاء واحد البود ديال التهديف، والبود ديال التهديف عفوا هو اللي كتشوفوا امامكم الان في الصوره، هو واحد الجهاز اللي كتركب في المقدمه ديال جهاز بصري كتركب في المقدمه ديال الطائره بدون طيار، باش كيقوم بعمليه الرصد وكيقوم بعمليه ديال التصوير وكيقوم بعمليه ديال توجيه الصواريخ. يعني هو جزء مهم جدا من الطائره بدون طيار، بلا به ما ديك الطائره بدون طيار غتكون بدون منفعه. فتركيا كانت تعتمد على يعني توريد هذا البود ديال التهديف من عند واحد الشركه سميتها هاريس، ولكن كانوا وقعوا بيناتهم مشاكل اللي خلات هذه الشركه ديال هاريس ما تبقاش تورد تقوم بالتوريد ديال هذا البود لتركيا. تركيا مشات خدمت على البود ديالها، ولكن كيبقى هذا البود اللي كانت كتخدم عليه هاريس اللي كانت كتوردو هاريس هو افضل بكثير، وهو يعتبر من افضل بود ديال التوجيه في العالم، وبود خطير جدا. وكتشوفوا الصور امامكم الان في هذا الفيديو هذا اللي كيوضح القدرات الكبيره جدا ديال هذا البود. فالمغرب شنو دار؟ مشى عند الشركه ديال هاريس، وشركه هاريس معروفه انها كتعامل مع المغرب منذ عده سنوات، ووقعنا مع عده صفقات في امور اخرى. فالمغرب دار صفقه مستقله مع شركه هاريس باش انها يعني تنتج لنا هذا البود، غادي تسلمهم المغرب والمغرب غادي يسلمهم الشركة اللي كتقوم بالإنتاج ديال طائرات بدون طيارة من طراز بيركدار، باش تركبهم يعني في طائرة بدون طيارة النسخة المغربية، باش هنا كنتجاوزوا داك المشكل اللي واقع ما بين الشركة ديال هاريس وما بين الأتراك. فهنا كنستنتجوا على أن النسخة المغربية ديال الطائرة بدون طيار بيركدار غادي تكون نسخة خاصة مختلفة عن النسخة التركية. علاش؟ لأنه مستقبلا غادي تكون صفقات أخرى مع شركات أخرى باش انها تقوم بالتزويد، تزويد المعدات الخاصه للطائره بدون طياره من طراز بيركدار النسخه المغربيه. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن نسخه مغربيه خاصه ومختلفه عن النسخه التركيه الاصليه، وتكون يعني بمعدات اخرى ومعدات جديده، يعني تلبي متطلبات سواء يعني المتطلبات العامه ديال القوات الملكيه الجويه او المتطلبات الجغرافيه. مثلا قدروا نزيدوا لها تجهيزات خاصه باش تقوم باداء ممتاز في الصحراء، في البيئه الصحراويه. وبالتالي نتوقع ان تكون هناك معدات اخرى وتجهيزات اخرى بالنسبه للنسخه المغربيه من الطائره بدون طيار من طراز بيركدار. اذا متابعينا الكرام، كان هذا مجمل الخبر، وان شاء الله ان كان هناك تفاصيل اخرى اكون معكم فيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.